السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن رسم الكروس سكشن ونعمل فيه تشيك سيبج وكمان نحسب بقى الاريا كات والاريا فيل اللي موجودين في القطاع. طيب اول حاجة بس احنا المفروض نبقى عارفين الكنال دي الكنال اللي احنا بنرسم لها كروس سكشن هي المفروض يتاخد فيها كام كروس سكشن على طولها كله. يعني المفروض ان لما يبقى فيه تغير في اي حاجة في الكنال ابتدي اخد عنده كروس سكشن جديد غير اللي قبليه. كل ما في حاجة تتغير اخد كروس سكشن جديد. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تتغير؟ ممكن البت منسوبه يتغير، تمام. ممكن الويدث بتاعه يتغير. ممكن كمان دبس المية يتغير. ممكن الميل اللي هو زد واحد وزد اتنين ده يتغير. ممكن الالاينمنت نفسه يتغير، يعني الكنال كانت تبقى ماشيه عادي لوحدها وبعد كده فجاه يبتدي يظهر جنبها ديستريبيوتري ماشيه، وده هنشوفه في الشيت، فساعتها اخد سكشن جديد. فاحنا هنشوف احنا هو بيطلب يعني في السؤال المفروض اخد كام سكشن للكنال دي، المفروض يترسم لها كام سكشن وبعدين يطلب رسم سكشن واحد. طيب لو جينا في مساله الشيت احنا كنا شرحنا اللونجيتيودنال بتاعها، خلاص ده شكل اللونجيتيودن، وكنا كتبنا جدول تحتها فيه بياناتها كلها اللي هي الووتر ديبس والووتر ليفل يعني والسلوب بتاع المية والبيد ليفل والبيد سلوب، كل بقى البيانات والبيانات اللي تخص البنك كمان، تمام. طيب اول حاجة هنيجي من نفتح، لازم يعني نبص في شكل اللونجيتيودن وكمان نبص في الالاينمنت. طيب هنلاقي هنا في الالاينمنت الكنال من اول بقى الكيلو زيرو عادي ماشي، مفيش اي تغيير حصل، ده في الالاينمنت يعني لسه هنبص على اللونجيتيودن، مفيش اي تغيير حصل لحد الكيلو اربعة ونص. عند الكيلو اربعة ونص هنا تقريبا يعني اربعة ونص ابتدى يظهر ديستريبيوتري ماشية اهي موازية للكنال سي وان اللي هو عايزني ارسم لها كروس سكشن. يبقى انا المفروض يبقى عندي سكشن ماشي، يبقى انا المفروض اخد سكشن من الكيلو زيرو للكيلو اربعة ونص، سكشن واحد هيعبر عن المسافة دي كلها الا لو في تغيير في شكل اللونجيتيودن. طيب تعال نشوف شكل اللونجيتيودن، ادي من الكيلو زيرو للكيلو اربعة ونص، في اي تغيير حصل؟ في اي تغيير حصل مثلا في ال ده ايه ده البنك ده البيت؟ في البيت مفيش اي تغيير حصل، الميل زي ما هو والليفل زي ما هو كل حاجة زي ما هي، والويدث كمان لو نزلنا للجدول هنلاقيه زي ما هو، احنا كنا كاتبين الويدث بتاعه في الجدول. طيب الووتر ليفل الووتر السلوب بتاعها ما تغيرش، يبقى مفيش اي تغيير حصل، دبس المية ثابت لحد الكيلو اربعة ونص. طيب البنك برضو ما حصلش فيه اي تغيير، الميل بتاعه ثابت وبالتالي الدبس ثابت مفيش اي تغيير حصل، ولو نزلنا نشوف الويدث بتاعه هنلاقيه برضو كان ثابت، يبقى انا هاخد سكشن من الكيلو زيرو للكيلو اربعة ونص. طيب بعد كده غالبا في الالاينمنت مفيش تغيير تاني هيحصل، يعني لو بصينا في الالاينمنت لحد اخر الترعة خلاص مفيش حاجة تانية حصلت من كيلو اربعة ونص، الترعة ماشية موازية ماشي لحد فين؟ لحد هنا، وبعد كده في ترعة تانية دي غير دي لان هي دي بادئه من هنا اهي، ده الهيدروجيليتر بتاعها، وبعد كده رجعت الكنال تبقى ماشيه لوحدها ومفيش ديستريبيوتر جنبها ماشي. طيب نيجي بقى نشوف اللي ممكن يتغير تاني في اللونجيتيودنال سكشن. طيب المفروض ان احنا هنكتب له ان احنا هناخد سكشن من الكيلو زيرو للكيلو اربعة ونص، نكتب له احنا هناخد سكشن عند كيلو كام، يعني مثلا هناخد سكشن عند كيلو تلاتة، كيلو تلاتة ده ما بين الزيرو والاربعة ونص، بيعبر عن اي مكان ما بين الزيرو والاربعة ونص، تمام. طيب من اربعة ونص لحداشر ونص، من اربعة ونص لحداشر ونص لكيلو حداشر ونص هيبقى في تغيير تاني، التغيير ده سببه ايه؟
سببه ان في ترعه جديده ظهرت اللي هي هنا اللي احنا لسه قايلين عليها. ادي الكيلو 11 وهنا ده الكيلو 12، فتقريبا هنا عند الكيلو 11.5 ده كان نهايه الترعه بتاعتنا صح. يبقى من 4.5 ل 11.5 اي سكشن هاخده هيظهر فيه ديستريبيوتري جنب الكنال. طيب بعدين من 11.5 لحد 15 ده اخر الديستريبيوتري التاني. طيب تعالوا نشوف بقى في اللونجيتيودنال من 11.5 لحد 15 هل حصل تغيير؟ ما حصلش اي تغيير تمام. يبقى من 11.5 لحد 15 او 15.2 اللي هي نهاية الـ الكنال التانية الديستريبيوتري دي ما حصلش اي تغيير. من بعد 15.2 بقى هنبتدي نلاقي ان في تغيير حصل اهو، الفرق الكسرة دي معناها ان في تغيير حصل. طيب من عند الكيلو 15.2 ابتدى يحصل فرق في المنسوب بتاع البت وفرق في منسوب المية وفرق في منسوب البنك، فمن هنا حصل تغيير. طيب هيبقى هناخد سكشن جديد من الكيلو 15.2 لحد فين بقى؟ لحد الكيلو 16.5. ليه؟ عشان البيدويتس كان ماشي بويتس 5 من اول الكنال خالص لحد الكيلو 16.5، وعند الكيلو 16.5 ابتدى يتغير ويبقى 4، فاضطريت ان السكشن اللي انا هاخده من 15.2 يقف عند 16.5 اللي هو بويتس 5 متر. من بعد 16.5 هيبقى فيه ويتس جديد، فهضطر اخد سكشن جديد من 16.5. طيب من 16.5 لحد كام؟ لحد 17.9. ليه؟ عشان هنا حصل برضو ايه تغيير في الدبس، وفي نفس الوقت هلاقي ان حصل تغيير في الويتس بتاع البيد بقى 3 متر. الكلام ده موجود في الجدول اللي احنا عاملينه المرة اللي فاتت اهو. الويتس كان ماشي 5 من 0 لحد الكيلو 16.5، وبعدين من 16.5 لحد 17.9 ب4، 17.9 لحد تقريبا 20.1 بقى 3، ومن 20.1 لحد الاخر بقى 0.9 متر. الكلام ده من احنا ما بنعملهوش دلوقتي، ده كان اخر حاجة عملناها في اللونجيتيودن تمام. ماشي، فهناخد سكشن قلنا من فين لفين؟ من 16.5 ل 17.9 عشان في ويت جديد. بعدين ممكن ناخد سكشن تاني من 17.9 لحد 19.3 تقريبا، ده احنا قلناه. ماشي، بعد كده من 19.3 لحد 20.1 ده سكشن جديد عشان منسوب البيد ابتدى يتغير، الميل بتاع السطح البيد اهو ابتدى يتغير، يبقى انا لازم اخد منسوب جديد. من الاخر كده احنا بناخد سكشن عند كل تغير في اي حاجة في الكنال، سواء ليفل او سلوب او شكل تغيير في الالاينمنت، يعني ظهر ديستريبيوتري ما كانتش موجودة قبل كده، او العكس كان في ديستريبيوتري وما بقتش موجودة. كمان لو في تغيير في الميل بتاع الكنال، يعني مثلا جزء من السويل جزء من الكنال كان بسويل سلت وبعدها بقى ساند، ايا كان بقى هو التغيير ده هو المفروض يوضحه في المسألة. فلو في التغيير ده حصل فالزد هتتغير على حسب نوع التربة، يبقى انا هاخد سكشن جديد عند تغيير الزد تمام. بعدين خلاص كده احنا حددنا عدد السكاشن المفروض ناخده. هو بقى كان طالب في السؤال ان احنا نرسم سكشن عند الكيلو 9. ماشي، نرسم سكشن عند الكيلو 9 اهو. draw a typical cross section at كيلو 9 بسكيل 1 لـ 100. ماشي، وبعدين عايز يتشكل سيبج اللي هي الكنال سكشن against slipping، ويحسب الاريا كات والاريا فيل والتوتال اكسبروبريشن. هنقول الكلام ده يعني معناه ايه. ماشي، مديني السلوب ويتس السلوب الووتر سلوب بتاع C15 ب 20 سنتيمتر الكيلو، ومديني المنسوب ده بتاع الميه ب
بتاع الهيدروجيليتور بتاع الكنال دي 13.11. طيب احنا اول حاجة هنعملها هنروح نطلع بيانات الكنال C1 عند الكيلو 9. ايه البيانات اللي احنا محتاجينها؟ المناسيب اللي احنا نحتاج نرسم بيها. ماشي. طيب هنيجي عند الكيلو 9 هنا اهو، هنطلع المنسوب ده كام وده كام وده كام. ده منسوب البيد والووتر والبنك. طيب نطلعهم ازاي؟ عادي، احنا معانا منسوب اول نقطة ومعانا المسافة دي كام والميل كام، فاقول منسوب اول نقطة ناقص المسافة الافقية في الميل يديني منسوب النقطة دي كام. الكلام ده هحطه في الجدول لو انا ما كنتش عاملاه قبل كده، يعني احط المناسيب دي في الجدول لو انا ما كنتش حطها قبل كده. خلاص طلعنا المناسيب ومعايا السلوب بتاع كل واحد فيهم. ماشي. بعدين والويتس، الويتس بتاع البيت عند السكشن ده كام. يعني انا هنزل عند كيلو 9 اهو، هنزل اشوف البيت ويتس اهو 5. ماشي. هنزل اشوف انا معايا خلاص جبت منسوب البنك. طيب والبنك الرايت بنك ويتس والليفت، البنك اللي على اليمين الويتس بتاعه كان كام في السكشن ده؟ 6، واللي على الشمال كان الويتس بتاعه 3. البيانات دي انا ممكن اطلعها برا عشان هحتاجها في الرسم. تمام. طيب هو بقى مديني ان في كمان، لو بصينا في الالاينمنت هنلاقي ان عند كيلو 9 الديستريبيوتري اللي احنا قلنا عليها ماشيه جنب الكنال هنا عند كيلو 9. فهو مديني بقى بيانات اعرف ارسم منها الكنال دي. كان مديني الووتر سلوب ومديني المنسوب الهيدروجيليتور. هعمل ايه؟ هعمل ديزاين للكنال لان انا ما عنديش اي معلومات عنها، ما عنديش البيد ويتس بتاعها كام، الليفل بتاع البيد كام، الليفل بتاع الميه، كل الحاجات دي انا ما عنديش معلومات عنها. طب هعمل ديزاين ازاي؟ بالطريقه الطبيعيه بتاعه الديزاين بتاعه المانينج ايكويشن، مفيش اي مشكله فيها، يعني البيانات هي هي والديزاين هو هو، فهتلاقوا نفس فكره الديزاين ما فيهاش اي اختلاف. فكره بس ان انا بعمل ديزاين لسكشن واحد، يعني مش محتاجه جدول، مش محتاجه اي حاجه، انا بعمل ديزاين مره واحده بس لسكشن واحد. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى هنبتدي نعمل ستبس الرسم ازاي. خلاص انا طلعت البيانات بتاعه الكنال دي الكروس سكشن ده يعني. تمام. وهبتدي ارسم الاول الليفلات بتاعه المناسيب اللي عندي، يعني هرسم البيد ليفل، هرسم خطوط افقيه، ده اللي انا هبتدي بيه في اللوحه بتاعتي، ان انا هرسم خطوط افقيه. اول خط هو البيد، هرسمه تحت كده في اي مكان، يعني لو بصينا هنا اهي دي الرسمه، دي الكنال الاساسيه البرانش كنال، فانا رسمت خط افقي من غير ما احدد طوله ولا اي حاجه. ماشي. في اي مكان في اللوحه ده اللي انا هبتدي ارسم بيه. وبعدين هرسم الووتر ليفل. طيب الفرق ما بين البيد ليفل والووتر ليفل قد ايه؟ انا معايا منسوب الميه ومعايا منسوب البيد، لو طرحتهم من بعض هعرف اجيب الدبس ده كام. طيب الدبس ده لو زي ما انا كاتبه كده 2.25 متر، يترسم 2.25 سنتي لان ده سكيل 1:100. ماشي. هرسم خط افقي تاني بيعبر عن منسوب الميه، بعدين هرسم خط افقي كمان بيعبر عن منسوب اللاند. البيانات دي كلها عندي، كلها موجوده في الجدول بتاع اللونجيتيودينال سكشن. فهرسم خط كمان بيعبر عن منسوب اللاند. طب هعرف منين؟ هعرف ارسمه ازاي؟ انا عارفه المنسوب ده وعارفه منسوب سطح الميه، لو طرحتهم من بعض هعرف ان المفروض اطلع من هنا كام، او ممكن انسب كله للبيد، يعني اجيب منسوبهم كلهم ناقص البيد واقيس منه على طول. ماشي. بعد كده منسوب البير. طيب الحاجه الوحيده اللي ما كانتش موجوده في الجدول بتاعنا هو البير، ما حددنا لهوش حاجه في الجدول بتاع الانجليزي نفسه. فالبيرم بقى ليه شويه اسامبشنز كده. البيرم ليفل لو كانت كنال وديستريبيوتري فبزود على الووتر ليفل 0.25 متر، يعني 0.25 سنتي بالسكيل بتاعه، ولو كانت برانش كنال او مين بزود 0.5 متر. طيب لو درين بقى بالارقام دي. ماشي. طيب الويتس بتاع البيرم بحدده ازاي؟ هو واي على الاثنين، ده لو مينيموم بيرم يعني لو ما قاليش اي حاجه. طيب لو قال لي ان هنا في سكه حديد فبزود 5 على البيرم، على المينيموم يعني بتاعي.
وممكن ازوده خالص لما اجي اعمل تشيك سيبج فيزيد عن اللي انا رسماه. بس انا هرسم بحاجة من الاتنين دول، سواء بالمينيمم اللي هو واي على الاتنين. طب ايه واي ده؟ واي ده هو الفرق ما بين منسوب البت ماشي ومنسوب البرم، عشان خلاص جبت منسوب البرم اللي هو لحد الفري بورد دي ماشي. الفرق ما بين المنسوب ده ومنسوب البت هو ده الواي، فالويتس بتاع البرم بيبقى واي على الاتنين. تمام، ده مينيموم. لو قال ان في سكة حديد ازود عليه 5 متر. كده احنا جبنا منسوب البرم. احنا كنا وصلنا ان احنا عملنا خط افقي بيعبر عن البد، وبعديه خط بيعبر عن المية، وخط بيعبر عن اللاند ليفل، وبعدين هرسم خط كمان اللي هو ده بيعبر عن البد، وارسم خط افقي كمان اخر خط افقي برسمه بيعبر عن البنك، وده كان موجود برضو الليفل بتاعه في اللونجيتيودنال سكشن. تمام كده خلاص رسمنا خطوط افقية. اجي اعمل ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ان انا اوقع منسوب البد، سوري اوقع ويدث البيت. خلاص يعني ده برضو كان موجود في الجدول، ويدث البيت كان في الكنال دي كان 5 متر، فانا جيت على الخط الافقي اللي انا كنت رسماه ده مش عامله له بدايه ولا نهايه، هوقع 5 متر. احاول بس ان انا سنتر شويه الموضوع، مش سنتره قوي يعني، بس احاول سنتره عشان في حاجات هتترسم يمين ويمين الكنال وحاجات هتترسم شمالها، فانا بادئه من النص يعني، انا بادئه من مكان الكنال نفسه. فهرسم الوتس ده 5 متر، وبعد ما ارسم الوتس ده اطلع بالميل، يعني انا بقفل كأني عمالة بقفل الخطوط دي مع بعض. خلاص حددت الوتس اهو 5 متر، هطلع بميل هنا زد واحد وهنا زد واحد. الميل اللي بيبقى ما بين البت والبرم بيبقى زد واحد، واللي ما بين البرم والبنك بيبقى زد اتنين. طيب زد واحد وزد اتنين دول بجيبهم منين؟ هو بيبقى قايل لي في المسألة ان هو على السويد. المسألة دي كانت سلت، فالسلت الزد واحد بتاعها 1.5 لواحد، والزد اتنين 2 لواحد. 1.5 لواحد واتنين لواحد دول بيترسموا ازاي؟ 1.5 افقي وواحد رأسي، واوصل امشي من اي نقطة 1.5 افقي واطلع واحد رأسي، واوصل ما بين النقطتين اجيب الميل. نفس الكلام لو زد اتنين بمشي 2 افقي وواحد رأسي واوصل ما بين النقطتين. خلاص طيب، فانا دلوقتي عملت ايه؟ بعد ما رسمت الويدث رحت ماشية زد واحد من هنا وزد واحد من هنا، خلاص كده لحد ما وصلت، لحد ما قطعت الخط بتاع البرم صح اللي انا اصلا اوريدي موقعه، وامشي من نقطة التقاطع دي بويدث البرم. ويدث البرم انا حددته اللي هو كان واي على الاتنين، امشي بالويدث ده، وبعدين ده كده كأن ده يمين وشمال، يعني انا حرفيا كده بقفل السكشن. طيب بعدين همشي بميل زد اتنين اللي هو 2 لواحد لحد اما اقطع منسوب البنك. كان بص هنا اوضح، مشيت اهو بزد اتنين لحد اما قطعت منسوب البنك. تمام كده. طيب ده لو على شمال الكنال، فما كانش فيه حاجة على شمالها، الديستريبيوتر كانت على يمينها. تمام، فخلاص ده اخر حاجة البنك، اوقع الويدس بتاع البنك، وبعدين انزل تاني زد اتنين لحد منسوب الارض لحد اللاند ليفل. ماشي خلاص، الحاجات اللي مرسومة دي هنقولها ايه المرسوم، بس ده البنك، وبعدين نزلنا منه زد اتنين لحد اللاند ليفل. تعالوا بقى على اليمين، كان في شوية اختلافات. على اليمين كان في ديستريبيوتري جنبية، فانا مشيت اهو ادي البرم، وبعدين الميل بتاع اللي هو زد اتنين، وبعدين وقعت منسوب البنك، الرايت بنك كان ب6 متر، ونزلت زد اتنين لحد اللاند ليفل ماشي. ومشيت البرم برضو بكام، بس البرم ده مختلف عن البرم ده ليه؟ عشان البرم ده بتاع الديستريبيوتري، فشوف الواي بتاعتها بكام، وبعد كده اقسم الواي دي على الاتنين، يبقى هو ده ايه البرم. انزل بزد واحد ماشي، نفس زد واحد اللي هو 1.5 عشان ده بيعتمد على نوع السويل، وامشي بالويتس بتاع البيت، والويتس ده جبته من الديزاين اللي انا عملته 3.9 متر، وبعدين اطلع تاني زد واحد لحد ما اوصل للمنسوب بتاع البرم ماشي. المنسوب بتاع البرم ده
والويتس بتاعه مختلفين عن ده، عشان دي اصلا ديستريبيوتري تانية، ليها داتا تانية غير دي. ماشي. وبعدين امشي بالبانك، البانك ويتس بكام اهو، وانزل زد 2 برضو لحد اللاند ليفل كده. تقريبا الكروس سكشن اترسم، هكتب له شوية ابعاد اللي انا عارفاها اساسا ان انا رسمت بيها، الويتس بتاع البانك والبيد، اكتب له الليفل بتاع البيد والووتر والبنك والبر، واكتب الميول اللي هي زد 1 وزد 2. دي كانت اول ستيب اللي احنا قلناه، ان احنا بنوقع الخطوط الافقية اللي هي المناسيب، وبعدين موقعين البيد ويتس، ونطلع منه زد 1 يمين وشمال. خطوط افقية، ادي خط البيد، خط الووتر، خط البر، وممكن يبقى خط البرم ده هو خط اللاند ليفل، او ممكن يبقى تحتي. وبعدين خط البنك، ماشي، هوقع المنسوب بتاع البيد، سوري الويتس بتاع البيد، واطلع زد 1 لحد ما اقطع البرم، امشي بويتس البرم واطلع زد 2 لحد ما اقطع البنك، امشي الويتس بتاع البنك، الكلام ده يمين وشمال مع بعض، ماشي. وبعدين انزل بزد 2 تاني اهو. دي الستبس، ماشي. طيب لو كان في بقى حاجة كده، لو كان اللاند ليفل، لو كان البيرم يعني اقل من اللاند ليفل، اخده باللاند ليفل، يعني ما اخليش البيرم اقل من اللاند ليفل، اخليه عند اللاند ليفل، يبقى خط البيرم وخط اللاند هيبقوا على نفس الخط، ده في حالة ان لقيت المنسوب ده اقل من المنسوب ده، تمام. اوكي، بعد كده هنعمل تشيك في بيتش. احنا خلاص رسمنا الكروس سكشن، وقلنا السكيل، احنا قلنا في الاول ان السكيل 1 لـ 100 يعني متر بسنتي، تمام. خلاص رسمنا الكروس سكشن، نعمل تشيك سي بيتش. عندنا بقى كذا كيس للسي بيتش، ايه هما؟ نشوفهم كده. اول كيس من اللاند ليفل للكنال. طيب انا عندي ميول لخط السيبج ده ثابته ستاندرد على حسب نوع السايت، اهي 1 لـ 4 لو كلاي، 1 لـ 8 لو سيلت، 1 لـ 15 لو ساند، في بقى حاجات في النص لو كلاي سيلت او سيلتي ساند، ماشي. طيب احنا كنا في سيلت صح، فكانت 1 لـ 8، تمام. فانا هاجي امشي 8 افقي وقصادها 1 رأسي، يبقى ده الميل بيترسم كده، 8 افقي 8 سنتي افقي قصادها 1 رأسي، يترسم الميل اللي هو 8 لـ 1، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف اول كيس دي بنعمل لها تشيك ازاي. دايما السيبج بيحصل من منسوب المية العالي لمنسوب المية الاقل. تعالوا هنا مثلا، هنا منسوب المية، عشان كده احنا قايلين اول كيس من اللاند ليفل للكنال، يبقى هنا منسوب المية اعلى عند اللاند ليفل. طيب دي ارض بتتروي، اللاند دي ارض بتتروي، فالمفروض ان في منسوب للمية فوقيها، فوق الارض دي، اللي هو 10 سنتي فوق اللاند ليفل، اللي هو بالسكيل بتاعنا 1 ملي، ممكن يفرق يعني، بلاش نعمله نجلكت، ممكن يفرق. فانا هطلع 1 ملي هنا اهو، كأن ده خط 1 ملي، وارسم ميل 1 لـ 8 اللي هو همشي 8 افقي وانزل 1 واوصل، ماشي، واشوف هيطلع لي فين. فيبقى ده خط السيبج، ده السيبج لاين. طيب ده سيف ولا انسيف؟ امتى الخط يبقى سيف وامتى يبقى انسيف؟ دلوقتي لو الميه نزلت يعني وصل الخط بتاعها عند الميه، مفيش مشكله، لان الميه دي بتضغط على جنب الكنال دي، وهي الناحيه التانية لاقيه ميه بترد عليها، فالميل ده هيفضل ستيبل. امتى ما يبقاش ستيبل؟ لو الخط ده وصل هنا كده، فهنا المية بتضغط على الجنب ده، والناحية التانية مفيش حاجة بترد عليها، تمام. فساعتها يبقى ده انسيف، بس الكيس دي اللي هي من اللاند للكنال دايما بتبقى سيف، دايما بتحقق ان هي سيف. طيب دي اول كيس. تاني كيس من اللاند للدرين، طبعا هنا الكيس دي
وارد اكتر ان هي تبقى انسيف. ليه؟ عشان منسوب المية بتاع الدرين قليل جدا. فلما اجي بقى اعمل ايه، لما اجي امشي 1 ملي كده، هطلع 1 ملي وامشي بالميل بتاعي، ممكن يطلع كده، ممكن يطلع تحت صح، فيبقى سيف. طب لو طلع هنا كده هو انسيف، فانا بسيبه واكتب عليه انسيف سيبج لاين، وابتدي ارسم تاني السيف هيبقى ازاي. طيب ايه التغيير اللي انا لازم اعمله عشان خط السيبج يبقى سيف؟ ان انا اكبر البرم، اكبر البرم ويدث. طيب هكبره ازاي؟ تعالوا نشوف احنا امتى يبقى سيف الخط ده، لو كان خبط هنا صح. فانا هرسم خط موازي للسيبج لاين ده من هنا اهو لحد ما يقطع الخط اللي هو 1 ملي ده، اللي بيحصل اساسا منه السيبج، والسيبج بيحصل كده صح ماشي. النقطة دي هطلع منها موازي للميل ده، كأني بشفت السكشن كده، كأني بشفت السكشن كده عشان اكبر البيرم ده، فهطلع منها موازي للميل ده اللي هو زد 2، ده زد 2 وده زد 2، وبعدين امشي بعرض البرم ده، همشي هنا هو وانزل زد 2 زي ما انا اهو، ده زد 2 ده موازي ده، واقفل النقطة دي مع الكنال. هتلاقوا ان الويتس بتاع البرم كان الاول هو ده صح، بعد السيبج بقى، بعد التعديل يعني بقى هو ده. انا بسيب الاتنين مرسومين على الكروس سكشن، يعني ما بمسحش الغلط، انا بوري له التعديل اللي اتعمل ايه.